الاختبار الأول للمدرب الجديد، التحدي الأول للكابتن عمار سلمان في الجولة التاسعة من دوري المحترفين الفلسطيني. هلال القدس الزعيم يواجه الأشقاء مركز طول كرم، لقاء من بدايته حتى النهاية سيطر الهلال فيه على كل مجرياته، وما كان واضحا هو بصمة الكابتن عمار. الروح العالية والأداء القتالي كان جليا لكتيبة الزعيم طوال فترات اللقاء. هدف أول بعد محاولات عديدة جاء بعد توغل ناجح واستغلال لخطأ المدافع من المهاجم محمد عويسات. على الهلال لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت الهلال. وليستمر الحال على ما هو عليه، سيطرة وضغط هلالي حتى في الشوط الثاني كما كان الحال عليه في الشوط الأول، فرص وضغط إلى أن جاء الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من المايسترو هاني عبد الله الذي صنع الهدف الأول ليقدم كرة مقشرة لأبو علي ليضيف الهدف الثاني. بعد عدة دقائق وبعد فرص عديدة أيضا استثمر محمود عويسات تمريرة رائعة من البديل موسى ترابين ليضع الهدف الثالث في الشباك وليعلن عن النقاط كاملة للزعيم المقدسي، وليعود الزعيم من جديد لدرب الانتصارات وليطلق على هذه المباراة مباراة العودة للدرب الصحيح.